الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة، في عيد ارتفاع الصليب هذا نجتمع حول خشبة الصليب سائلين رب الفداء يسوع المسيح أن يبارك هذا الجمع، أن يبارك هذا الدير والقائمين عليه، وأن يطهرنا من جميع آثامنا، فنكون أهلاً للاحتفال بهذا العيد السعيد. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. Please.
نصلي. اللهم يا من شاءت إرادتك أن تخلص الجنس البشري بصليب المسيح، أنعم علينا وقد عرفنا سر حبه العظيم على الأرض بأن نزني ثمار الفداء يوما في السماء بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر العدد. في تلك الأيام ضجرت نفوس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ فإنه ليس لنا خبز ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف. فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب، ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأقبل الشعب على موسى وقالوا: قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فادع الرب أن يزيل عنا الحيات. فتضرع موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية وارفعها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا. كلام الرب. يا قومي إلى تعليمي، أرهفوا مسامعكم إلى أقوال فمي. إني أفتح فمي ضاربا الأمثال، وأستحضر أسرار غابر الأزمان. لا تنسوا معجزات الإله. كانوا إذا بطش بهم إياه يلتمسون، وينقلبون إليه باكراً يسرعون، وتذكروا أن الإله ملجأهم، أن العلي هو المدافع عنهم. لا تنسوا معجزات الإله. ثم خادعوه بأفواههم، وراحوا يكذبونه بألسنتهم، ولم يكن قلبهم نحوه قويما، وما ظلوا لعهده مخلصين. لا تنسوا معجزات الإله. لكنه كان رحيما وللذنوب غفارا، وما كان لينزل بساحتهم دمارا، بل ضل يقضم غضبه ويهدئ سخطه. لا تنسوا معجزات الإله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وضع نفسه لذلك رفعه الله. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء
ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. كلام الرب. الشكر لله. أيها المسيح ومجيدا، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. هللويا 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 هللويا. ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان، وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آبائي الكهنة الأفاضل، أخواتي الراهبات، أيها المؤمنون الكرام، آخر علمنا بالصليب المقدس عندما علق السيد المسيح عليه يوم الجمعة العظيمة ومات على الصليب وأنزل عن الصليب ووضع في حضن العذراء مريم، وتم دفن يسوع بالقرب من الزلزلة. أما الصليب فاختفى، ذلك لأن اليهود عندما كانوا يقتلون المجرمين وخصوصا الرومان كانوا يتركون الجثث معلقة على الصليب تفترسها الحيوانات والغربان والطيور الجارحة، لكن نيقوديموس ويوسف الذي من الرامة ذهب إلى بيلاطس
وطلب جسد يسوع. لذلك ألقيت الصلبان الثلاثة ومعها صليب الفداء، صليب سيدنا يسوع المسيح، على مزبلة. تخيلوا صليب الفداء، الصليب الذي مات عليه السيد المسيح، كان بالنسبة لليهود شك وكان حماقة عند الوثنيين، أما عندنا نحن المسيحيين فهو فخر وهو مجد وهو انتصار. ألقي إذن الصليب في مزبلة، لذلك يقال ألقي على مزبلة التاريخ. لما شخص ما بهمنا، لما شخص لا قيمة له، لما شخص يضطهد الآخرين، نقول عنه ذهب إلى مزبلة التاريخ. هكذا كان صليب الفداء. حتى سنة 326 عندما استلم الحكم في روما الإمبراطور قسطنطين، وجاءت والدته القديسة هيلانا ومسيحية ومؤمنة، ففكرت أن تزور الأماكن المقدسة القدس، وكان همها أن تبحث عن الصليب. فوافق الإمبراطور وأرسل معها 3000 جندي، وانتشروا في القدس وأخذوا يبحثون في كل منطقة عن صليب الفداء. أخيرا جاء شخص يهودي طاعن في السن، حافظ للتاريخ، فقال لهم جثث الموتى المصلوبين مع صلبانهم كانت تلقى بالقرب من الزلزلة. وذهبت القديسة هيلانا وحفريات طويلة حتى اهتدوا إلى 3 صلبان فأخذتهم، وكانت الجنازة سائرة أمامها، فأوقفت الجنازة وأخذت الصلبان الثلاثة ووضعتها صليبا صليبا على جسد المائت. الصليب الأول، الصليب الثاني، لم يحدث شيء. عند الصليب الثالث قام الميت من بين الأموات، فأقرت أن هذا هو صليب الفداء، فوضع في الكنيسة التي هي كنيسة القيامة والتي بنتها الملكة الإمبراطورة هيلانه. إلى سنة 614 عندما جاء الفرس إلى القدس ودمروا الكنيسة وأخذوا صليب الفداء إلى إيران، إلى بلاد الفرس، وبقي الصليب المقدس في إيران عند الفرس حتى 629 إلى أن جاء الإمبراطور هرقل الجبار، هرقل، فجمع جيشا جرارا وانطلق من القدس، قطع الأردن، قطع العراق، حتى وصل إلى حدود بلاد فارس، ودارت معركة حامية الوطيس انتصر فيها الإمبراطور هرقل الجبار. انتشرت الأخبار بسرعة، ما كان في نت، ما كان في تلفونات، ولا كان في وسائل تواصل زي اللي بين إيدينا. كانوا يشعلون النار على رؤوس الجبال، وكانت هذه الإشارة تعبيرا عن النصر العظيم الذي حققه الإمبراطور هرقل. فانتشرت النيران على جميع رؤوس الجبال من إيران للعراق لسوريا للبنان حتى وصلت إلى القدس. حمل الإمبراطور هرقل
الصليب المقدس كان جخة ذهب، أحجار كريمة، ثياب من حرير نادر، بين التصفيق والصلوات والاستقبال الرائع حتى وصل إلى باب كنيسة القيامة، وهناك شعر بقوة عظيمة تمنعه من المشي. حاول أن يسير، سلت قدماه حتى انتبه عليه البطريرك زكريا، تقدم منه وقال له: سيد المجد، السيد المسيح عندما حمل صليبه كان عاريا، كانت ثيابه ممزقة، كان حافي القدمين، وأنت بهذا الزي تحمل صليب الفداء؟ قشعر، خلع لباسه الملوكي وارتدى المسح واحتفى، سلح الكندرة من قدميه وحمل الصليب ودخل إلى كنيسة القيامة. هذا هو معنى العيد الذي نحتفل به اليوم. لكن إذا تركنا التاريخ وفكرنا حقيقة في الصليب المقدس، صليب الفداء، وقلنا عنه عند اليهود كان شكا، وعند الوثنيين كان مهزلا واحتقارا، لكن بالنسبة لنا نحن المسيحيين الصليب عزنا، الصليب مجدنا، الصليب فخارنا. كم مرة نرسم إشارة الصليب على جباهنا؟ في الفرح، في الترح، في المشاكل، في المصائب، في الأمراض، في الخوف، في الحروب، في الموت، حتى أن الصليب في كل مراحل حياتنا، من طفولتنا، من عمادنا، من تثبيتنا، من اعترافاتنا، من الزواج، من مسحة المرضى، من الكهنوت، كلها تتم بالصليب المقدس. ومن منا لا يحمل صليبا في صدره؟ ومن منا عيونه لا تنظر إلى الصليب الذي أصبح لا أقول جزءا بل كلا من حياتنا؟ لماذا؟ نحن لا نعبد خشبة، نحن نعبد من علق على الخشبة. الصليب صار رمزا للسيد المسيح، والمسيح المتألم هو صورة لكل إنسان فينا. من منا لم يذق طعم الصليب والألم والعذاب في حياته؟ بكل أوجاعنا، بكل أمراضنا، بكل ما نتعرض إليه في حياتنا، دائما الصليب في وجهنا، دائما الصليب في حياتنا. المشكلة العظيمة نقول أن الصليب بالنسبة لنا هو ألم، هو مرض، هو عذاب، لكن في حقيقة الأمر الصليب هو نعمة، لأن الصليب هو الذي يعيدنا إلى حقيقة أنفسنا، هو يعيدنا إلى حقيقتنا. اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. وفي آخر حياتنا عندما ندفن ونوضع في حفرة، يبكي علينا الأهل والأحبة يومين، ثلاثة، أسبوع، شهر، جناس ثالث، تاسع سنة، وبعدين من يبقى فوق رؤوسنا؟ الصليب. الصليب في حياتنا ويجب أن يبقى في كل مرحلة من مراحل حياتنا، أن نعبده، أن نحبه، أن نزله،
ونحتمل من أجل السيد المسيح كما مات من أجلنا على الصليب، نحن أيضا نقدم حياتنا فداء للسيد المسيح. ملاحظة بسيطة، هذا الدير إيش اسمه؟ دير الصليب. من يقوم على خدمته؟ رهبات. مين حمل الصليب مع السيد المسيح؟ سمعان الشيخ، سمعان القيرواني. مين اللي بيحمل عنا عن أهالينا في هذا الدير الأوزاع ويضحوا بحياتهن بسببهن بكل ما لديهن من طاقة ومن محبة؟ من الذي يخدم راهبات الصليب؟ فالصليب بالنسبة لنا هو فخر، ولكن أعظم من ذلك هو رسالة، رسالة خدمة، رسالة محبة، رسالة تضحية. من أجل من؟ من أجل المسيح، من أجل أحباء المسيح. في هذا المساء نحن نزل ونحترم ونقدس الصليب الماثل أمامنا. حيوه بالتصفيق العظيم. وفي هذا المساء أيضا نحيي أصحاب هذا الدير، نحيي أخواتنا الراهبات، الراهبات الصليب. عيدهم 25 سنة، إن شاء الله 50 و100 بإزدهار، وكل عام وأنتم بخير. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. الرب معكم ومع روحك. أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله القادر على كل شيء أن يستجيب إلى صلواتنا وأدعيتنا، وأن يعدنا لأن نكرم صليب سيدنا يسوع المسيح ونزله، فيبقى بالنسبة لنا رمزا للعزة والفخار، هو الحي المالك إلى دهر الداهرين. نرفع صلاتنا إليك يا أبانا السماوي من أجل كنيستك ورعاتها، ولا سيما قداسة البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا بيتسابيلا وقدس الأب جهاد شويحات المحتفل بهذه الذبيحة الإلهية وسائر الأساقفة والكهنة والمكرسين. هبهم جميعا نعمة الثبات في الإيمان والرجاء والمحبة، واجعل من حياتهم شهادة حية لمحبتك، نسألك يا رب.
نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل بلادنا والمسؤولين فيها، ونخص بالذكر جلالة الملك عبد الله الثاني وسائر معاونيه والمسؤولين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين. بارك ربي جهودهم في سبيل الخير العام، واقبل تضحياتهم، وعوضهم بالصحة والخير والعافية. نسألك يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل أن يسود السلام والوئام مجتمعات بلادنا العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من ويلات الحروب والانقسامات والمآسي. وفق الساعين إلى السلام فيها، وازرع الرجاء في قلوب أبنائها، وخفف معاناة البائسين والمهجرين. نسألك يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل جمعية راهبات الصليب، امنحها ربي من فيض محبتك ورحمتك، فتبقى متأهبة لخدمتك بفرح وسرور وبدون كلل أو ملل. أفض عليها بدعوات سخية، واجعلها تستحق أن ترى مؤسسها الطوباوي الأب يعقوب قديسا مرفوعا على مذابح الكنيسة المقدسة جمعاء. نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا من أجل المقيمين في هذا البيت من رهبات وموظفين ونزلاء، ازرع يا رب في قلوبهم روح المحبة والتعاون والسلام، فيكون هذا البيت مصدر إشعاع لمحبتك ومثالا للخدمة المجانية. نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل المحسنين إلى جمعية رهبات الصليب، ونخص بالذكر المحسنين إلى بيت العناية الإنسانية، وخاصة الأب حكمة حدادين. بارك ربي إحساناتهم ووفقهم في مساعيهم وحياتهم ليبقوا مصدر خير وبركة. نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل كل من تعب وضحى وساهم في تحضير هذه المناسبة، الذين عملوا في العلن وفي الخفاء، باركهم ربي واقبل أعمالهم وزدهم عطاء وخيرا. نسألك يا رب. استجب يا رب. نذكر أمامك يا رب قدس الأب المرحوم يوسف النعمات الذي خدمك بأمانة وثبات، فتبرع بكل سخاء وبكل ما يملك لبناء هذا الصرح الكريم الذي يقوم بخدمة كبار السن، وكافئه ربي بمشاهدة وجهك السماوي. نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل جميع الذين رحلوا منا إليك، متعهم ربي بنور وجهك البهي برفقة العذراء والقديسين. نسألك يا رب. استجب يا رب. أيها المعلق على الصليب بين الأرض والسماء، استجب صلواتنا ودعيتنا، واجعلنا نتمسك بك وبوصاياك، فتكون المحبة التي أعطيتنا إياها درسا لنحب بعضنا بعضا، فنسير برفقتك إلى الأفراح الدائمة. أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. صفحة 324 324 ابنك المذبوح.
روعنا فاسمع لأجله صوت صلاتنا. القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديه لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. هذه هي الذبيحة التي أزالت خطيئة العالم على مذبح الصليب، فنطلب إليك يا أبا المراحم أن تطهرنا بقوتها من جميع آثامنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك قد جعلت من شجرة الصليب المقدس أداة لخلاص الجنس البشري بأجمعه، إذ شئت أن تنبعث الحياة من حيث نشأ الموت، وأن يغلب بالشجرة من بالشجرة قد غلب بالمسيح ربنا. به الملائكة لعظمتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسموات وقوات السموات
وصاروا فيما الطباويون بهتاف واحد إياها يبزلون. لذلك نسألك أن تضم إلى أصواتنا أصواتنا إلى أصواتهم فنسبح معك بسرور وفرح قائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي قدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك أيضا متضرعين أيها الأب أن تتنازل فتقدس بذاك الروح عين هذه القرابين التي جئنا نكرسها لك، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نحتفل بهذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا
لذلك أيها الأب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مزيئه الثاني نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. نسألك اللهم أن تنظر إلى قربان كنيستك فترى فيه الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها وانعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلي بروح القدوس فنصير جسدا واحدا وروحا واحدة في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية فنكون أهلا للميراث مع مختاريك، أولا مع كلية القداسة مريم البتول والدة الإله، ثم مار يوسف خطيبها ورسلك الطوباويين وشهدائك الأمجاد والقديس يعقوب وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن نتنازل فتثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس بابا روما وأسقفنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة وسائر الأكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب. تفضل. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع راحما أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وأخواتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم متعطفا في ملكوتك حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد. بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. نصلي أجمل صلاة علمنا إياها السيد المسيح. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا وفي بلادنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك فتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. فلنتبادل سلام المسيح. سلام المسيح.
يا حمل الله حامل خطايا العالم، نحن الخطا ارحمنا. يا حمل الله حامل خطايا خطايا عالم، إن حنا سلام السلام، سلام السلام، سلام السلام، نحن الخطا ارحم. لا يكن تناول جسدك ودمك الأقدسين دينونة لنا وهلاكا، بل تعطف اجعلهما حماية وعلاجا لأنفسنا ولأجسادنا. أنت الحي المالك أبد الدهور. هذا هو حمل الله، هذا هو حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا ربي لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. جسد ودم المسيح يحفظ نفوسنا للحياة الأبدية. آمين. المقدس بده يكون في كاهنين في وسط الجماعة أمام الهيكل، وكاهن على اليمين وكاهن على اليسار. 314 صليب
383. لنصلي. غذيتنا من مائدتك المقدسة أيها الرب يسوع المسيح،
فنسألك أن تنظر إلى من فديتهم بخسبة الصليب الحي وأن تبلغ بهم مجد القيامة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. كل عام والرهبات وانتوا بألف خير. أيها الآب القدير، منبع كل الخيرات والبركات، يا من أرسلت إلينا ابنك الحبيب ليفتدينا بسفك دمه الثمين، نسألك أن تبارك هذه الهبات والعطايا. اللهم بارك مقدميها، بارك راهباتنا، بارك المرضى الموجودين في هذا الدار، وأهلهم أن يكونوا من المدعوين إلى وليمتك السماوية. أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين.